شكرا أكرر الشكر، والله أني عاجز عن شكركم جميعا، اي والله العظيم. وأنا أشكر أستاذ عيسى على أنه جاي من هناك، والله جاي طلع واصل اليوم الفجر، الله يبيض وجهك واعذرنا لو حنا قصرنا في شيء، سواء لك أو حتى للشيخ ما شاء الله، حتى أنا عارف أنك أنت كنت برا وحضرت. الله يبيض وجهك يا شيخ، وعلى أستاذنا الدكتور عبد الكريم الحسين والدكتور فارس، الله يبيض وجهكم وتحديد كل المتسابقين وفرقة برلنتي، الله يبيض وجهكم على هذا الحضور الجميل. طبعا أنا بس أبغى أتشرف منكم أنه نيجي بس هذا، وقبل تعالوا حياكم الله، جيت بقول شيء بس إني تراجعت. ها ليه؟ لا بقول بقول، جيب سكينة شباب، فيه سكين، تفضل يا شباب. طبعا أنا لحظة، طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أنا عندي شكر أخير بس يا شباب عشان ما أنسى. أنا أشكر للأمانة، لحظة يا شباب، أنا أشكر فريق الدعم اللي والله العظيم الكل يشوف أن أنا أقدم أشياء، لكن يعلم الله أني أنا ما أسوي، والشباب يشهدون أني أنا موجود معهم، والبث يشهد أني أنا 24 ساعة موجود، شغالين في كل لحظة وفي كل دقيقة، يتعبون على أنهم يقدمون الشيء البسيط. أنا أتكلم عن فريق الدعم، من تصاميم، من أشياء، من تجهيزات، شغالين الله يبيض وجيهم. وهذه عادة بطلع فيها شطحة شوي، أنا أشكر إخواني لأنه من فريق الدعم، أشكر أبو فهد وأبو نايف ونادر، الله يبيض وجيهم. الحقيقة أنه محرجوني، صاروا يشتغلون أكثر من وجودي في البرنامج، والله أنه حتى أبو نايف موجود الآن من العصر هو شغال معي، الله يبيض وجيهم جميعا. أشكر كل مشاهدين قناة بداية، الله يجعلنا عند حسن ظنهم ويجعل هذا العمل مباركا أينما حل وارتحل. تفضلوا يا شباب، يا شيخنا ويا دكاترتنا ما شاء الله. لا 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 والله ابدا، المنشد والشاعر اول شيء، يلا اقطعوا انتوا، عاد احنا بدينا مساهمين اي نعم، من سنه وشرف نورت الظلماء، يا رحمه هطلت على احجارها فتشققت من وفاض الماء، الله يبيض وجهك، والله اني شاكر لك جيد في تقديرك. والله اني شاكر لكم مقدر جدا، الله يرفع قدرك ويجعلني حسن ظنك. الى الامام الى الامام، الله يطول لي عمرك، الله يطول لي عمرك يا حبيبي، يعطيك العافيه. والله اني احسن تقدرك بشكل بعد راسي، والله بعد راسي والله، الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك، تسلمت عليك من جنك تنبغي. أنا ما سمعت عليك، شاكر لك والله، أعتبرني ما حضرت لكن أنت صرت أطيب مني وعوض، الله يطول لي عمرك. لا لا تضغط، لا تضغط، الظهر واجب، خذ يدك كذا، ألف مبروك، الله يبارك فيكم جميعا. الله يطول يا عمر، يكرمكم الجنة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الله يعطيكم العافية يا شباب، هذا العمل حبيبي، سلام خداتي لأن الظاهر ترمو، الله يطول عمرك يا لف قلبك، الله سلامتك، الله يسلمك، الله يجعل الدنيا خير، آمين. الله يرضيه الأحشاء يا رحمة الله التي لما تزلت حبيب أرض تزدري وسماء، عندك فرصة، عندك فرصة تستانس هنا بشر، يلا استانس مع طريق الله يطول عمرك يا ابو بمحمد فيها يكون لقاء، من نور هديك تشرق الأرجاء، وبطيب ذكرك تعبق الأجواء، أسرت بي الأشواق نحوك.